وينضم الينا عبر الهاتف الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه بجامعه الزقازيق. ودكتور عبد اللطيف، برحب بيك. وهل تسجيل شنغهاي لرقم قياسي جديد في اصابات كوفيد 19، هل يعني ذلك اننا امام موجه جديده من الفيروس؟ والله سؤال صعب جدا يا محمد بيه، لانه يحمل جميع الاجابات. يعني السؤال بسيط او قد يبدو انه بسيط وسهل الاجابه عليه، لكن الاجابه الفعليه او الدقيقه تصعب جدا. يعني قد يكون بالفعل ما يحدث في الصين مقدمه لموجه جديده في العالم، وقد يكون محصور او التبعات بتاعته فقط في الصين في شنغهاي. وبالتالي الدرس المستفاد ان احنا يعني كورونا لم تنتهي في العالم ولم تنتهي في الصين، رغم انتهائها في الصين قبل كده واعلان الصين شبه خاليه من الفيروس. اذا احنا او نحن الان امام، يعني تقدر تقول كده، خايف اقول انه يعني ايه، لقم شويه من الفيروس، وقد يكون اندفاع جديده من الفيروس لمرحله قادمه. فده يستدعي بالطبع الحذر، مش عايز يخوف الناس ولا خوف. احنا الحمد لله ما خوفناش تقريبا، يعني النهج اللي خدناه في مصر ما كانش اغلاق تام، ما كانش تخوف جامد، الحمد قدرنا لله. نعدي. الحمد لله قدرنا نعدي الموجه بسلام. فما اعتقدش ان احنا في المرحله دي، وبعد ما عدينا المرحله بنجاح، المرحله الاولى والثانيه، دلوقتي متوسط الارقام عندنا 400 تقريبا، متوسط الاصابات، متوسط الوفيات اقل من او خمس ست حالات، خمسه الى سبع حالات. نحن في مرحله امنه، لكن هل تظل امنه؟ محدش يعرف. هل تنقلب الى الاعلى والاعداد تزداد؟ محدش يعرف. الحاجه الوحيده اللي نعرفها يا محمد بيه ان احنا ناخد بالنا، الحاجه الوحيده اللي نعرفها انه حتى هذه اللحظه لا مجال للتجاوز عن التباعد او التطعيم او الكمامه. ده كله لازم ناخد بالنا، خاصه يعني انا بركز شويه، لان احنا مش هنقدر نلتزم زي ما كنا ملتزمين السنه اللي فاتت، زي ما كنا بنشوف دلوقتي وبمر واحنا بنشوف بالليل الكافيهات والاماكن المفتوحه المغلقه، بتشوف لا في تهاون. لكن انا بطالب على الاقل يا جماعه، الناس اللي بيروحوا الكافيهات او الاماكن المغلقه بالتحديد، المطاعم والحاجات دي او نعم. المساجد، لازم يلتزموا جامد. انا هقول اللي بيصلي بره المسجد ممكن كفايه التباعد مثلا يعني، لكن الالتزام هو الاصل، وخاصه للناس المعرضه للمخاطر او كبار السن. لو طب شفنا يا محمد، دكتور، يعني خليني اسال حضرتك، بالنسبه لفكره ان الفيروس كل شويه بيتحور وبيكون هناك اشكال مختلفه للفيروس، لاحظناها في الموجات المختلفه التي اتت بعد اول موجه لفيروس كورونا، هل صحيح. في المتحور الجديد او اي متحور جديد ممكن ان يحدث من هذا الفيروس، من الممكن ان تكون الاعراض مختلفه، ام ان من يتعرض لنفس اعراض كورونا اللي احنا يعني عرفناها خلاص وتعرفنا عليها هو ده بس اللي هيكون عنده كورونا، او ممكن يكون عنده كورونا طبعا مع بعض التحاليل؟ نعم، هو في الحقيقه يعني الحمد لله الفيروس، يعني قصدي التغير او الميوتيشن او الطفرات او التحورات، نسميها زي ما نسميها لو ما في اختلاف علمي دقيق شويه، لكن هنطلقها سواء طفرات او تغيرات، بتحدث بطريقه معتاده جدا وطبيعيه جدا بين الفيروسات. وكلنا دلوقتي كل اللي بيشوفوك يا محمد بيه دلوقتي عارفين ان التطورات او الطفرات في الفيروسات كلها طبيعيه وبتحدث طبيعي. بتحدث زي ما حضرتك، احد الاسباب اللي هي بتحدث زي ما انت قلت، قد تحدث اتنين مثلا طفره يجوا في بني ادم واحد، او طفره تيجي قويه شويه، وطبعا المقاومه بتاعه البشر، المقاومه بتاعه التطعيمات بتؤدي الى مقاومه مضاده من الفيروس. فطبعا المقاومه المضاده والمقاومه من البشر والفيروسات بتؤدي الى انتاج سلالات جديده او طفرات جديده. قد يكون اقوى وقد تكون اقل، لكن الحمد لله ما يحدث حتى هذه اللحظه من الخمس موجات السابقه او الطفرات اللي بتطلع غالبا بتكون يعني اكثر شويه في الانتشار، ما عدا حتى الاخيره، حتى الطفره الاخيره ليست اكثر قدره على الانتشار. لكن فاقدر اقول لو قسنا على التاريخ بتاع فيروس كورونا، الطفرات بتيجي او التحورات بتيجي اقل شويه في الشده واقل شويه في قدرتها على احداث الوفيات. فان شاء الله نامل
ان الطفرات اللي جايه تكون ليها نفس النهج وتكون اقل قدره على احداث الوفيات واقل قدره على ادخال الناس للمستشفيات، يعني بس تكون في يعني اكثر قدره على الانتشار. نحاربها ازاي بقى يا محمد بيه؟ انا النهارده يمكن حتى كنت معاك امبارح وبنقول ان 46% بس من الشعب واخد جرعه واحده، ده يخلينا نقول له يا جماعه لازم كلنا نروح، لانه التطعيم متوفر والتطعيم سهل دلوقتي وطرق الحصول عليه سهله جدا. فغير مقبول ان الشعب المصري بس يجي على 46% ويقول الناس تفتكر ان كورونا راحت، كورونا خلاص مش عادت جايه، مفيش داعي للتطعيم. بالعكس انا بقول ان التطعيم هو من اشد الطرق كفاءة، يعني لأنه حتى لو أصبت بكورونا أو تحوراتها القادمة هيكون أكثر قدرة، التطعيم هيخليك أكثر قدرة على مقاومة كوفيد، وبالتالي احتياج حضرتك لدخولك المستشفى لا قدر الله بيبقى أقل بكتير. إذا أنا بناشد الناس كل اللي احنا عارفينه من الإجراءات الاحترازية ناخدها، ما انتهتش، حتى لو تخففنا قليلا يبقى بحذر وبذكاء في الاماكن المفتوحه فقط، الاماكن اللي فيها تباعد، ولا غير ذلك نظل ملتزمين بالاجراءات اللي كلنا حافظينها دلوقتي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف المر استاذ الصحه العامه بجامعه الزقازيق على هذه المعلومات المهمه.